يلا خلوني رحب بالضيف ديالي الأستاذ الفاضل السي الحسن قرطيط أستاذ العلاقات الدولية. السلام عليكم أستاذ الفاضل. أهلا وسهلا الأستاذ حسين، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم. وأنا أسعد دائما أستاذ الحسن قرطيط. أستاذ الحسن قرطيط، درت واحد المصطلح يعني ما يقع، عودة الديف مع العلاقات المغربية الفرنسية بعد ذلك شناء الذي وقع وشد الحبل الذي وقع من قبل، تقوات العلاقات المغربية الإسبانية وكل شيء. هذه العلاقات ملي تنقول رجعات، تنقول رجعات لصالحي أو يعني تنفيذا لشرط المغرب هو الوحدة الترابية والصحراء المغربية. شفنا العلاقات الألمانية المغربية، شفنا علاقات المغرب مع دول الساحل، شفنا العمق الإفريقي كيف تطور لدرجة أرفع وأكبر جدا، شفنا كيف أن المغرب يعني الآن يحظى بواحد واحد المكان على المستوى العالمي. الآن تنشوف واحد أشياء تتبلور في العالم. واش فعلا نحن نعيش حرب التموقع الآن في الخريطة العالمية أو الخريطة الجديدة للعالم؟ تماماً أستاذ حسين، أنت أحسنت الوصف. وأنا دائماً أتحدث في المواضيع المتعلقة بالجغرافيا السياسية الحالية، أتحدث دائماً انطلاقاً من مفهومين: التموضع وإعادة التموضع في المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، على اعتبار أنه على الصعيد الدولي نحن نعيش ولادة نظام دولي جديد عنوانه العريض الثنائية أو الثلاثية القطبية كما يحبو للبعض أن يسميها، ولكن ما هو موضوعي في هذا التغير العميق في مشهد أو في موازين القوى على الصعيد الدولي هو أن هذا يؤثر على السياسات الخارجية وعلى دبلوماسية الدول لناحية أن الضغط الذي تشكله هذه التحولات العميقة في المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي دوليا تفرض على الدول التموضع التموضع وإعادة التموضع وفق مصالح هذه الدول، على اعتبار أننا نتحدث في العلاقات الدولية إما أننا نتحدث عن تقاطع المصالح أو عن تناقض المصالح أو عن تطابق المصالح، وبالتالي الثابت والمتغير في سلوك الدول تحدده أو يحدده هذا الخيط الناظم الذي يتمثل في المصالح العليا لأي بلد. وبالتالي هذا المشهد الدولي ألقى بظلاله على الوضع على المستوى الإقليمي، ليس فقط للمملكة المغربية وللدول المجاورة في المنطقة، وإنما بطبيعة الحال هذا يؤثر في إطار التقاطع القائم بين القوى الإقليمية والقوى الدولية لناحية إما أن يتأسس هذا التناقض وفق في ظل هذا التحول في النظام الدولي، وإما أن يؤدي إلى تقاطع أو تطابق في الرؤى. وحقيقة أن المملكة المغربية مرت بطبيعة الحال من هذا الاختبار الصعب، لكن ينبغي الإقرار على أن المملكة المغربية قامت باستقراء المصالح العليا للمغرب انطلاقا من هذه التحولات وفق قراءة علمية عميقة جدا لهذا التحول العميق في المشهد الدولي والمشهد الإقليمي، وبالتالي كان هناك إعادة تموضع فيما يتعلق بالموقع بموقع المغرب على مستوى موازين القوى في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن باراديغمات جديدة في السياسة الخارجية وفي الدبلوماسية الخارجية للمملكة المغربية. وأعتقد على أن المغرب انطلاقا من إدارة الأزمة السياسية سواء مع ألمانيا أو مع إسبانيا أو حتى ما يسميه أنا بالصبر الاستراتيجي الذي تبنته المملكة المغربية في العلاقة مع فرنسا، هو يعكس حقيقة هذا التحول العميق في الدبلوماسية المغربية وفي السياسة الخارجية، لناحية أنها أصبحت المملكة المغربية تبني بطبيعة الحال على موقعها وانطلاقا من معطيات موضوعية تتمثل في كون أن المغرب مثلا أصبح بكل صراحة يشكل قوة إقليمية صاعدة في منطقة شمال إفريقيا، وأن المغرب الآن يشكل رقم صعب في المعادلة
الإقليمية الأمنية، وبالتالي أصبحت للمغرب كلمته فيما يتعلق بمسألة السلم والأمن الإقليمي. وبالتالي المغرب قام بإعادة تموضع أولا فيما يتعلق بتنويع الشراكات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي، وأجرى هذا التموضع أو إعادة التموضع فيما يتعلق مع الشركاء التقليديين. وكان خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ركز بطبيعة الحال على الذي صاغ وأبرم هذه الباراديغمات الجديدة للدبلوماسية المغربية، ركز على المصالح العليا للبلد، وركز على القرار السيادي الوطني، وركز على كل عناصر القوة التي أصبحت تتمتع بها المملكة المغربية. وبالتالي انتقل المغرب بطبيعة الحال إلى وضع جديد من خلال خلق معادلة إقليمية جديدة، وفرض على الدول على الشركاء التقليديين بالخصوص الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للبلد والوضع الجديد للمغرب على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، خصوصا بعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2020 والذي بموجبه أقرت أمريكا مغربية الصحراء. وهذا الموقف بطبيعة الحال كان له ما بعده على المستوى الجيوسياسي على المستوى الجيوستراتيجي. أقول هذا الكلام ونحن نعيش على إيقاع تحركات جديدة على المستوى المنطقة في اتجاه المملكة المغربية، وآخرها بطبيعة الحال وصول وزير الخارجية الفرنسي مكلفا بمهمة من طرف الرئيس الفرنسي الذي ينتمي إلى جناح حاول اختبار المغرب على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، حاول اختبار قوة المغرب، لكن اتضح بما لا يدع مجالا للشك على أن سلوك الدولة المغربية هو سلوك لا رجعة فيه، لناحية أن الخيط الناظم فيما يتعلق بتجديد هذه الشراكة مع فرنسا، وبالمناسبة هو الحديث الذي طار بين السيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي. وبالتالي المغرب هو استبق بطبيعة الحال هذه الزيارة من خلال عمل دبلوماسي مكثف قامت به المملكة المغربية. وأعتقد على أن وصول رئيس الوزراء الإسباني قبل هذه الزيارة بيدرو سانشيز كانت رسائل كثيرة للداخل الأوروبي وللداخل الإسباني، وكانت رسائل واضحة لفرنسا. وبالتالي تجديد هذه العلاقة بالنسبة للمملكة المغربية لا يمكن أن يحصل إلا بأخذ بعين الاعتبار ما التحولات العميقة أو الأحداث الكبيرة التي حدثت منذ بداية الأزمة الدبلوماسية الصامتة وغير الصامتة بين المغرب وفرنسا. وبالتالي أن تجديد هذه العلاقة أو استئناف علاقات طبيعية بين المغرب وفرنسا لا يمكن أن يتم انطلاقا من المحطة التي توقفت فيها ودخلنا في الأزمة، بل ينبغي للدبلوماسية الفرنسية والسياسة الخارجية الفرنسية أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد، المعطيات الجديدة، والبناء عليها من أجل تجديد هذه العلاقة البينية بين البلدين، انطلاقا من مسألة أساسية هو أن استعادة الثقة تتطلب بالضرورة التخلي عن المقاربة الفرنسية السابقة والتي اعتمدت دائما منطق التوازنات على مستوى شمال إفريقيا ما بين الجزائر والمملكة المغربية. هذه الأكمة التي اختبأت خلفها ألمانيا واضطرت إلى العودة عن هذا الموقف والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو نفس المنطق الذي اختبأت فيه خلفه الدبلوماسية الإسبانية، وكانت هذه الدول اضطر في نهاية المطاف أن تأخذ بعين الاعتبار على أن هناك تحول عميق في الدبلوماسية المغربية وفي السياسة الخارجية المغربية، وأن المغرب لم يعد يرضى بأقل من الاعتراف بالصحراء المغربية، وأن أقرب طريق إلى الرباط يمر بالضرورة عبر الدخلة ومدينة العيون وأقاليمنا الجنوبية. نعم، واضح سي الحسن أقرطيس. سي الحسن، الآن
يعني نرى فرنسا يعني أتت، لا بغينا إذا صح التعبير، أتت طالبة العفو والسماح، وسبقتها لذلك إسبانيا، ثم سبقت إسبانيا ألمانيا. نتحدث الآن عن دول تبحث عن ود المغرب، وتنتحدث على دول اللي في وقت سابق كانت تنظر لنا بواحد نظرة الاستعلاء، اليوم هي الآن تطلب ود المغرب. ميمكنش نقولوا السي الحسن أقرطيط بأن غادي يكون مستقبلا وخلال يعني الأيام والسنوات المقبلة القليلة جدا غادي يكون تنافس شرس وحتما سيكون مشروعا بين إسبانيا وبين فرنسا، خاصة باقي الدول نعم، ولكن إسبانيا وخاصة بحكم الجوار والعلاقات التقليدية، يكون واحد تنافس شرس لكسب ود المغرب وللفوز بصفقات مع المغرب. إذا كان هذا التنافس كيف سيخدم المصلحة المغربية؟ أنا في نظري هو هذا التنافس الشديد قد بدأ أصلا وفعلا وعمليا بين إسبانيا وفرنسا، وأعتقد على أن إسبانيا هي في وضع مريح أكثر من فرنسا، على اعتبار أن هذه الأخيرة فقدت مناطق نفوذ كبيرة فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية في القارة الإفريقية، وعرف نفوذها تراجع كبير على مستوى القارة الإفريقية. لذلك كنت أقول دائما على أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي بقيت لفرنسا تربطها بها علاقات تاريخية، وعليها بالتالي أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العامل الموضوعي من أجل بطبيعة الحال تجديد الثقة في العلاقة أو إعادة الثقة في العلاقة مع المملكة المغربية، انطلاقا من الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، على اعتبار أن المغرب الذي لم يعد بالمناسبة، وهذا هو وهنا تجب ينبغي وهنا ينبغي التمييز أكثر، أن صحيح أن فرنسا كانت دولة صديقة، كانت شريكة، كانت فرنسا دولة داعمة للمغرب فيما يتعلق بمغربية الصحراء، لكن هذا الموقف أصبح متخلفا جدا بالنظر إلى الدينامية التي يعرفها هذا الملف، وبالنظر حتى إلى التوجه العام على المستوى الأوروبي، على اعتبار أن ما ينتظره المغرب هو لن يكون أقل من 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 الموقف الإسباني أو الموقف الأمريكي، ليس لناحية مثلا التصويت على قرارات في مجلس الأمن هي لصالح المملكة المغربية. فرنسا تقوم بهذا، صوتت على القرار 2602 وصوتت على القرار 2703، لكن المغرب ينتظر من فرنسا الشريك التاريخي الشريك التقليدي للمملكة المغربية أن تنخرط فعلا في هذه الدينامية انطلاقا من استعمال نفوذها من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، خصوصا وأنها تدرك أي فرنسا تدرك هذا أو لها علم بهذا الملف وبحيثيات هذا الملف وبالأبعاد التاريخية والأبعاد القانونية لهذه القضية الوطنية العليا بالنسبة للمملكة المغربية. وحقيقة حين أشار وزير الخارجية الفرنسي في لقائه في زيارته هذه الأخيرة مع سيد ناصر أريد حين أشار إلى أن القضية الصحراء هي قضية وجودية للمملكة المغربية، وبالتالي هذا الموقف هو ما نبهت له جزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسية التي وجهت خطابها لهذا الجناح الذي سبب أزمة عميقة ما بين المغرب وفرنسا، تبتلت في ما حدث في البرلمان الأوروبي، وتبتلت في بعض الإعلام المحسوب على الجناح الرئاسي لفترة معينة في فرنسا، والذي تعرض لرموز المملكة وهاجم المملكة بشكل كبير، وهو ما دفع هذه النخبة الفرنسية إلى الضغط بقوة على هذا الجناح للتراجع عن هذه السياسة العدائية تجاه المملكة المغربية، وهو حقيقة ما تلقفه هذا الجناح انطلاقا من حقيقة موضوعية تم الانتباه إليها فيما يتعلق بالعلاقة مع المملكة المغربية. المغرب كما قلت مع بداية الأزمة تبنى الصبر الاستراتيجي وتفادى
وتفادى الدخول في مواجهة دبلوماسية وسياسية كما حدث مع ألمانيا أو مع إسبانيا، انطلاقا من معطيات تاريخية، انطلاقا من كون أن ما يجمع الدولتين، ما يجمع البلدين هي علاقة، هي علاقة دول، هي دولة بدولة، كما وأعود للصيغة التي استعملت في الندوة الصحفية لوزير الخارجية الفرنسي ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي السيد ناصر بوريطة حين أشار إلى أن العلاقة بين البلدين هي علاقة دولة بدولة، وبالتالي هذه الخلاصة التي فعلا أدت إلى إعادة تموضع جديدة لفرنسا فيما يتعلق بالعلاقة المغربية، هو أنه أينما تراجعت فرنسا إلا وكان لصالح دول أخرى خصوصا إسبانيا. وأعتقد أن هذه الرسالة تلقفتها فرنسا بشكل كبير، وزيارة الرئيس بيدرو، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية قبل زيارة سيجورني كانت حمالة رسائل للداخل الفرنسي وللداخل الأوروبي، على اعتبار أن إسبانيا اختارت وجهة الجنوب، اختارت المملكة المغربية، اختارت بناء علاقة استراتيجية كبيرة انطلاقا من خارطة الطريق التي تم إقرارها في أبريل 2022 في حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدأت اللقاءات على أعلى مستوى فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون التجاري، وتوجت بطبيعة الحال بالخطاب القوي لوزير الخارجية الإسباني في الأمم المتحدة السيد مانويل ألباريس حين تحدث بكل وضوح عن قضية الصحراء وعن دعم إسبانيا لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، وحين أثار أمام اللجنة الرباعية في الأمم المتحدة الوضع في تندوف ورفض الجزائر الدولة الكفيلة السماح للبعثة الأممية بالدخول إلى مخيمات تندوف وإحصاء السكان وجرب السكان، على اعتبار أن هذا المطلب كان مطلب المملكة المغربية دائما، لأن المغرب يعرف حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات. وبالتالي هذا الموقف كما قلت من الجارة الشمالية إسبانيا، وانطلاقا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى سواء مشروع الربط القاري أو مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، والذي عبرت بكل صراحة الحكومة الإسبانية اهتمامها بهذا المشروع أو بمشروع الواجهة الأطلسية، هذا بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز قبل نهاية ولايتها الأولى، والذي تمثل في مضاعفة خط الائتمان لينتقل من 400 إلى 800 مليون، وتلاه بعد ذلك لقاء رجال الأعمال في مدينة الدار البيضاء. هذا بطبيعة الحال كان رسالة واضحة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي بأن إسبانيا تموضعت بطريقة لا رجعة فيها، تموضعت في اتجاه بناء علاقة استراتيجية مع المملكة المغربية. ودعني أقول الأهم من ذلك، وهو في نظري الآن ما يعتبر أحد الباراديغمات الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية وفي المقاربة الإسبانية، وهو ما يتعلق بالجغرافيا السياسية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. هناك تطابق في الرؤى، ولا أقول فقط تقاطع، ما بين إسبانيا والمغرب فيما يتعلق بضبط المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أن هذه المنطقة أصبحت الآن تشكل في الجغرافيا السياسية العالمية نقطة ارتكاز أساسية، خصوصا في الجانب الطاقي منها، على اعتبار أننا نتحدث على أن الخزان الرئيسي الثالث للغاز في العالم هو منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي نلاحظ كيف انتقلت الجغرافيا السياسية من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وما ينشأ حول
هذه الجغرافيا من نزاعات وحروب وعدم استقرار كما حدث في شمال إفريقيا، ونزاعات بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وقدوم وفدون جدد من كل أنحاء العالم. أتحدث عن القوى العالمية والقوى الإقليمية، وبالتالي وضع هذا الوضع الجديد على المستوى الجيوسياسي فرض على المملكة المغربية وعلى إسبانيا إعادة تموضع لناحية أن منطقة البحر الأبيض المتوسط بين البلدين هي منطقة استراتيجية مهمة جدا، وأمام ما يحدث الآن أو ما حدث في منطقة في باب المندب وما حدث قبله في مضيق هرمز هو يعتبر درس كبير لدولك المغرب وكإسبانيا، وبالتالي من قدر إسبانيا والمغرب أن يتحكم في هذا الممر التجاري العالمي الذي هو ممر جبل طارق، وأتحدث هنا بكل وضوح عن البعد الجيوستراتيجي لهذا الموقع الجغرافي للمغرب وإسبانيا. وبدون هذا التطابق في الرؤى لا يمكن، بدون هذا التطابق بطبيعة الحال ستتمكن دول أخرى، وأعتقد على أن قالها بيدرو ساشيز، لسنا وحدنا، بمعنى أن من يخطب ود المملكة المغربية ليست فقط إسبانيا ولكن دول بعيدة جدا. صح. خطبت المملكة المغربية، أتحدث عن روسيا التي جددت للمرة الثامنة اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية ويغطي أقاليمنا الصحراوية. الصين التي تعتبر المغرب نقطة ارتكاز أساسية في مشروع الحزام الواحد الطريق الواحد. نعم. دول فيشغراد التي اتخذت قرارا استراتيجيا في دعم المبادرة الحكم الذاتي ودعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هذا الوضع بطبيعة الحال هو حقيقة ما دفع هذا الجناح الذي كان بطبيعة الحال خلف الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع المملكة المغربية أن يعيد ترتيب أوراقه وأن يعيد وضع الأولويات وفق مصالح الدولة الفرنسية العميقة. نعم. لأن من زاغ عن هذا ليس المغرب هو من أدار ظهره، ولكن هذا الجناح بطبيعة الحال الذي لم يستوعب التحولات العميقة كما قلت في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ولم يستوعب أن المملكة المغربية أصبحت قوة إقليمية بكل ما تحمله. نعم. الكلمة جيد. من معنى جيد أستاذ الحسين القلطيط، من كلامك هذا بأن المغرب أصبح قوة إقليمية في المنطقة، خليني فقط أنني أوضح يعني تدقق في الأمر أكثر أستاذي الفاضل، وأن المغرب أصبح قوة إقليمية لم يأتي صدفة. هنا أنا أظن بأن المغرب استوعب جيدا أنه للدفاع عن قضيته الصحراء المغربية اللي هي القضية الأولى لكل المغاربة بطبيعة الحال، استوعب بأنه لا يمكن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية فقط بالحق التاريخي ومرافعات في الأمم المتحدة ومرافعات في جنيف وغير ذلك أو في لاهاي أو غيره وأي حق تاريخي لا، فهم جلالة الملك جيدا والدبلوماسية المغربية أنه لا بد من أن يتموقع المغرب تموقعا قويا جدا يجعل العصا بيده يحركها كيف ما يشاء، وسيجعل الاعتراف بصحرائية المغرب هو نوعا ما يأتي هكذا تلقائيا، هو أن يصبح البوابة الرئيسية لدول العالم في إفريقيا. ولهذا كانت سياسة العمق الإفريقي التي نهجها جلالة الملك من أجل المغرب وإفريقيا رابح، وأن يقول للعالم، وفعلا قال للعالم بأنه من يريد أن يمر لإفريقيا كما قلت، من يريد أن يمر إلى الرباط فلا بد أن يمر من الدخرة. الملك قال له من يريد أن يمر إلى إفريقيا فلا بد أن يمر من المغرب. لماذا؟ لأن شمال إفريقيا كله توترات، ليبيا تعيش مشاكل وصراعات، تونس عندها أزمة سياسية وأزمة اقتصادية خانقة جدا، الجزائر لا استقرار سياسي فيها والعسكر من يحكم، فكان الرهان على المغرب. المغرب استوعب هذه القضية، ألا تتفق معي في هذا الطرح الأستاذ الحسن أقرطيط؟
أتفق معك الأستاذ حسين 100%، على اعتبار وأنا كنت دائما أقول، وأنا أنتمي بالمناسبة إلى المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وكنت دائما أقول على أن الخيط الناضم في العلاقات بين الدول هي المصالح الدول، بمعنى أن ليس لسواد عيون المملكة المغربية تغيرت مواقف العديد من الدول على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي، صح، وعلى أن المقاربة التي تعتمدها دائما دول هي المصالح، وبالتالي وأعود إلى ما كان قاله كيسنجر، هنري كيسنجر، لمدة منظر السياسة الخارجية الأمريكية: ليس هناك صديق دائم، ليس هناك عدو دائم، المصلحة هي الدائمة. للأسف الشديد هنا جانب سادي في العلاقات الدولية، لكن في نهاية المطاف ينبغي الإقرار بالأمر الموضوعي في هذه العلاقات، وهو أن الدول تبلور سياساتها الإقليمية والدولية انطلاقا من مصالحها، وبالتالي يمكن القول على أن حقيقة أن المغرب لم يعد يرتكن فقط إلى البعد التاريخي فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء أو في الدفاع عن قضية الصحراء. المغرب تموضع فيما يتعلق بهذا النزاع الإقليمي، على اعتبار أنه نزاع يهم السلم والأمن على المستوى الإقليمي، لتموضع في اتجاه أولا التزامه بالمسار الأممي، وعبر عن هذا بشكل واضح للأمين العام للأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن والجمعية العامة، لكن في نفس الآن كانت الدبلوماسية المغربية تشتغل على قدم وساق على الصعيد الدولي والقاري لتغيير المعطيات الموضوعية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وأعتقد بكل صراحة لولا وجود هذا العقل الجبار الذي أدرك بطبيعة الحال موازين القوة وتم البناء على عناصر القوة التي ركمتها المملكة المغربية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي والعسكري، انطلاقا مثلا مما عرفه معبر القرقرات بعد التدخل المفاجئ للجيش المغربي الذي أعاد الأمور إلى نصابها، والذي ضبط خطوط النار في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجبهة الانفصالية البوليزاريو، وانطلاقا كما قلت مما أصبحت كذلك تمثله المملكة المغربية على المستوى الدولي. نحن نتحدث على أن المغرب تمكن من بناء نظام سياسي يتماهى مع النظم الفيستفالية الحديثة، تمكن من بناء نظام مؤسساتي ونظام سياسي حداثي ديمقراطي، وحقيقة المملكة المغربية على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي انطلقت من كما قلت من الفكر السياسي الذي وضعه صاحب الجلالة للدبلوماسية المغربية من أجل إيصال رسالة واضحة على أن المغرب حريص، دولة حريصة جدا على الاستقرار السياسي، ودولة حريصة جدا على الأمن فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالتجارة والملاحة في هذه المنطقة ككل، بل أكثر من ذلك انتصب المغرب كشريك للأمم المتحدة، للولايات المتحدة، لأوروبا في الدفاع عن مسألة الأمن والسلم الإقليميين، وبالتالي كان شريكا للأمم المتحدة في القضايا الجوهرية التي تتعلق باهتمامات الأمم المتحدة. وأعتقد على أن عناصر القوة هذه بالإضافة إلى كون أن المغرب أصبح الآن يشكل نقطة جذب أساسية للاستثمارات الأجنبية، وأحد نقاط التحول الكبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي هو أن المملكة المغربية تمكنت من تكييف الرأسمال الأجنبي لصالح الرأسمال المحلي، بل أكثر من ذلك أصبحت للآن المقاولة المغربية تتمتع بتنافسية قوية جدا، وكانت التجربة على مستوى القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي بحضور المغرب في البنى التحتية للعديد من الدول، سواء فيما يتعلق بالبنى التحتية أو ما يتعلق بالقطاع البنكي أو قطاع الاتصالات. وحقيقة
هذه النقطة التي بكل صراحة لم تتقبلها بعض الأوساط داخل أوروبا وانطلقت منها لمعاداة المملكة المغربية، لأن حقيقة ليس ما أزعج الأوروبيين وخصوصا الجناح السياسي المحسوب على الرئاسة الفرنسية، ليس فقط ما يتعلق بالدينامية التي أصبحت تتمتع بها قضية الصحراء وانخراط العديد من الدول لإنهاء سريع لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، بل ما أزعج كثيرا هو الدور الإقليمي للمملكة المغربية، هو ما أصبح يمثله المغرب على مستوى القارة الإفريقية. صح. خصوصا أنه بعد القرار التاريخي لسنة بالعودة لمنظمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017 تغيرت مياه أو حدث تغير في المياه الراكدة داخل هذه المنظمة، وانطلاقا من الشراكات الثنائية ومن وجود أكثر من 1000 اتفاقية وقعتها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية، وأصبح حتى المطلب العودة سنة 2017 أصبح مطلب إفريقي. نعم. أصبح مطلبا إفريقيا. صح. لناحية أن المغرب أصبح يشكل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية نموذج للدول الإفريقية، لأنه ينطلق من قرار سيادي وطني سواء فيما يتعلق بتنويع الشراكات، وبالتالي يعتبر هذا عامل موضوعي. أظن على أن الآن أشارت فرنسا إلى إمكانية التكيف مع المعطيات الجديدة التي تتعلق بالمغرب من خلال العمل على تجديد العلاقة مع المملكة المغربية، ولذلك قلت في البداية على أن تجديد هذه العلاقة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية الآن فيما يتعلق بالقارة بالمملكة المغربية، سواء ما يتعلق بقضية الصحراء أو ما يتعلق بدور المغرب على المستوى القاري. نعم. في مسألة السلم والأمن على المستوى الإفريقي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. نعم. لذلك قلت على أن المغرب استبق هذه التغيرات العميقة في المشهد الجيوسياسي الدولي والإقليمي، وعمل على وضع فكر ورؤية سياسية للعمل الدبلوماسي وللسياسة الخارجية للمملكة المغربية، من خلالها تم وضع باراديغمات جديدة، وأحد هذه الباراديغمات بطبيعة الحال هو سياسة الحزم فيما يتعلق بالقضايا العليا للمملكة المغربية وعلى رأسها القضية الوطنية الصحراء، سياسة الحزم، سياسة الصرامة، سياسة الشفافية والتأكيد. نعم. على الوضوح في العلاقات بين الدول، وكذلك على أن المغرب فرض هذه المعادلة التي تتمثل على أن المغرب هو سيبرم شراكات مع كل الدول العالمية والإقليمية التي تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمغرب في إطار رابح. نعم. بعيداً عن الاستعلائية، بعيداً عن التعاطي الانتقائي مع المملكة المغربية، وهو لما لم تعد تقبله المملكة المغربية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو في الشراكة مع فرنسا. وبالتالي فرض المغرب كما قلت هذه المعادلة الجديدة، وهي واضحة، لا مكان للمنطقة الرمادية، كل من يريد ود المملكة المغربية ينبغي أن يتخلى عن اللون الرمادي. صح. وأن يكون موقفه واضح. نعم. نعم صحيح. أستاذ الحسن أقرطيط، باش نختم معاك في دقيقة أو دقيقتين، كل هذه الأمور اللي تكلمنا عليها وما يحصده المغرب الآن من مكتسبات وتموقع في موقع القوة إقليميا وقاريا وعالميا كذلك، وأنه القوة الصاعدة في المنطقة، هذا بطريقة أو بأخرى سيعزل الجزائر أكثر وأكثر، خاصة من اللي تنشوفه حتى رهان دول الساحل كسبه المغرب الآن مع الإطلالة نحو الأطلسي، مشروع الإطلالة نحو الأطلسي، فبالتالي هذا سيزيد بطريقة أو بأخرى عزلة الجزائر. عزلة الجزائر عندما تزداد، ألا ترى معي بأن قرار بين قوسين الكلمة، الشيطان عندما يتخذ قرارا لا يفكر في عواقبه لأنه شيطان بطبيعته، فهل يمكن عزل الجزائر أكثر وأكثر أن يمخذ قرارات ربما
تصل إلى الحرب مثلا أو افتعال حرب؟ أنا في نظري حكام المرادية هم من يعزلون الآن الجزائر، وأتساءل بكل صراحة، هل القطيعة الدبلوماسية مع المملكة المغربية؟ هل قرار فضل الحظر الطيران الجوي على المملكة المغربية أدى إلى عزلة المغرب؟ ألم يتمكن المغرب من بناء شبكة علاقات عابرة للحدود وأصبح المغرب كما قلت في قلب الجغرافية السياسية للدول الأوروبية وللعديد من الدول العالم؟ ألم يفرض المغرب معادلة إقليمية في ظل هذا الوضع الذي تحاول الجزائر من خلاله أمس المصالح العليا للبلد؟ من يعيش الآن في العزلة أليس له هو النظام الجزائري؟ لأن بكل صراحة العالم تغير حول الجزائر، ولكن حكام المرادية لا يريدون أن يتغيروا، وحقيقة هناك مأساة يعيشها الشعب الجزائري هو وجود هذا النظام السياسي البائد الذي بالمناسبة يعيش ليس فقط يعيش العزلة، ولكن يفرض على الشعب الجزائري هذا الوضع، انطلاقا من كون أن التوجه على الصعيد الدولي هو نحو تدويب الحدود الجغرافية، وهو نحو بناء تكتلات اقتصادية، تكتلات جيوسياسية، تكتلات جيواقتصادية كبرى من خلالها تدوب الحدود، ولناحية السماح بحركة التجارة وحركة الرسامين والأشخاص والبضائع بين الدول. وبالتالي المغرب الآن الذي بكل صراحة من خلال مشروع البوابة الأطلسية أو إعادة هيكلة النافذة أو الواجهة الأطلسية، والذي يقدم لدول الساحل إمكانية الولوج إلى الأطلسي أو الوصول إلى النافذة الأطلسية، أليس المغرب الآن هو من يلعب هذا الدور، دور استقطاب كل دول الجوار للانخراط في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة المغربية وتعرفها المنطقة؟ أليس المغرب من خلال دعم مشروع الخط الغاز النيجيري المغرب يريد أن يخلق كوريدور اقتصادي وتجاري يغطي كاملة منطقة شمال وغرب إفريقيا؟ لذلك قلت هناك مأساة حكام الجزائر تتمثل في غياب الرؤية السياسية والفكر السياسي للدبلوماسية وللعمل السياسي، وبذلك تكون الجزائر تتقفى أثر الدبلوماسية المغربية والسياسة الخارجية للأسف الشديد في انعدام واضح للرؤية وللأفق، وبالتالي هذا يجلب على الجزائر للأسف الشديد، البلد الشقيق بالمناسبة الذي لم يخلو خطاب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلا وأثار العلاقات الأخوية، العلاقات التاريخية بين الشعبين المغربي والجزائري، لكن للأسف الشديد لم يتضح على أن قصر المرادية لا تصله رياح التغيير التي تعرفها المنطقة، رياح التغيير التي يعرفها العالم، وبالتالي بقي حبيس إيديولوجية السبعينات، وبقي حبيس مفاهيم تنتمي إلى العهد البائد لسنوات السبعينات والثمانينات، وللأسف الشديد هذا يؤثر على مصالح الدولة الجزائرية وعلى مصالح الشعب الجزائري. نعم، شكرا لك أستاذ الفاضل حسن قرطيط، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا سيد حسين، شكرا لك على هذه الإطلالة وهذه التوضيحات. نتمنى أن نكون الرؤية وضاحت باش نفهموا ماذا يقع في العالم وماذا يقع لمغربنا وفي مغربنا من تطورات، باش نحطكم في سياقها، هي تطورات لصالح المغرب، لخدمة المغرب، للرقي بالمغرب، وإن شاء الله مسألة وقت وزمن سنحصد النتائج.